صباح الأمل، صباح التفاؤل وصباح الطاقة الإيجابية. عالم الديكور مثل ما كنا منعرف عالم كتير كبير، بيشمل المفروشات، الأكسسوار، الورود الطبيعية أو الاصطناعية. كل مرة منفكر شو ممكن يكون دارج لهالسنة تأنا استعمل الألوان. بفقرتنا لليوم حابين نساعدكم ونخبر شو هي الألوان اللي بدنا نستعملها للعام 2021، ومن ضمنها لون البنفسجي. تابعونا. بما انه اليوم اللون البنفسجي هو سيد حلقتنا، خليني اعرفكم بتوضيح بسيط شو هو هاللون وشو له مميزات كتير حلوه. هو لون ثانوي بارد، هو خليط بين الاحمر اللي هو بيعطينا الطاقه ولون الحب، والازرق لون الصفاء. فكل ما كان هاللون فاتح كل ما عطينا صفاء، كل ما عطينا رقي، كل ما عطينا جمال. هيدا اللون كانوا يستعملوا من زمان بتياب الأمراء والمماليك، خاصة وقت كانوا يستعملوا القماش اللي هو مصنوع من المخمل البنفسجي. كل شخص بحب هيدا اللون هو بيكون شخص كتير شفاف، كتير طيب، كتير عنده أشياء بحبها عن الفن. مثل ما شايفين معنا طاولة فاضية. خلونا نتعرف سوا كيف فينا نزين هيدي الطاولة بأشياء موجودة عنا بالبيت بأقل تكلفة ممكنة، ونبرز فيها جمال اللون البنفسجي ونكسره ببعض الألوان. مثل ما شفتوا كان عنا طاولة فاضية تماماً، عنا بس كراسي لونهم بيج، وعنا التريا اللي لونها بنفسجي. فحبيت أنا أدخل بعض الألوان من تدرجات البنفسجي والأزرق تتشوفوا هالألوان مع بعضها بس نجمعك كيف عطتنا روكي. استعملت شرشف الطاولة من اللون الأزرق الفاتح، أما الصحون فكانت بيضة سادة تماماً. ما حبيت استعمل فيها ولا عرق ولا ديزاين أبداً، تقدر استخدم النابكن البنفسجي الفاتح وتعطي هي جمال أكتر للصحن وتبرز هالجمال على هالطاولة. بس كمان استعملت الجلاس الكباية كانت من الشفاف وفيها ديزاين من البنفسجي الفاتح. بما أنه الطاولة كلها سادة ما فيها ديزاينات، فما بيمنع تكون الكباية فيها هالديزاين الناعم البسيط. وما ننسى أكيد الورود والخضار اللي هني رح يطفوا جو أجمل، إن كان بالقعدة اللي نحن قاعدين مع عائلتنا أو مع أصحابنا أو بالشاهية اللي بدها تعطينا إياها. بكتير من المرات بيكون عنا طاولات كتير صغيرة بالبيت، بس هيدا الشيء ما بيمنع أنه نزين الطاولة كمان وبطريقة كتير حلوة وعصرية. خلينا نشوف الخيار التاني اللي اخترته من الألوان اللي بتلبق كمان مع البنفسجي غير الخيار الأول. بالخيار الأول شفنا الصحون بيضة والنابكن كانت بنفسجي فاتح، هلأ استعملت النابكن لونها برغندي مع لون البيستاش، واستعملت الجلاس اللي هي لونها جراي غامق. وقديش حلو ننقل اتيكات المطاعم على بيوتنا. كلنا منحب كيف معمولين النابكنز ومنتساءل كيف هن صراحة بطريقة كتير بسيطة فينا نعمل أحلى نابكن، حتى فينا نعلمها لأولادنا تكمان يساعدونا بترتيب الطاولة. خلونا نشوف سوا. أنا استخدمت نفس اللون اللي حطيته على الطاولة، عنا هيدا النابكن بطوية بطريقة مستطيلة تتصير بهيدا الطريقة. برجع بطوية من ميلة اليمين من ميلة الشمال، صار عنا هيدا الشكل. نقلبها لتكون عنا هيك ومنطوية. وبهيدي الطريقة خلصت النابكن عنا.
بهيدا المكان اللي أنا هلأ قاعدة فيه، هو مكان كان كتير معزول بالبيت، ما في بقلبه ولا شيء. حبيت استفيد منه، حطيت صوفة واستعملت لون قماش لون بيج. أنا بدوري استخدمت الستارة اللي لونها بنفسجي، وزدت عملت إضافات بالورود اللي هني أوركيدي، إن كان من خلال الفلاور بلانتس أو على الطاولة. بس كمان ما بيمنع أنه أنتوا تضيفوا أكتر عليهم من خلال ممكن السجادة أو الإنارة أو إضاءات الأرضية، حتى اللوحات الجدارية. وهيك بهيدا اللون بنكون نحن استخدمنا لون الموضة تبع 2021 بطريقة كتير حلوة وكتير بسيطة، اللي عم تطفي جمالية ودفء على المكان اللي نحن فيه. وأكيد ما بدنا ننسى دور الإضاءة اللي هي عنصر جداً مهم، بس نكون نحن عم نشتغل بالديكور الداخلي تبع البيت. لهالحالة أنا بهيدا الموقع استخدمت التريات المصنوعة من الحديد اللي لونها بنفسجي تتناسب مع جو المكان اللي أنا عملته بالألوان، وفيها حبة الكريستال اللي رح تضفي جمالية وفخامة أكتر على المكان الموجودين فيه. بنهاية فقرتنا لليوم بتمنى تكونوا استمتعتوا معنا وتعرفتوا على اللون البنفسجي كيف فينا نستعمله ببيوتنا، إن كان كإضافة على الأكسسوار أو بالفرش. خليكن معنا لنتعرف على لون جديد ومواد جديدة. مع السلامة.